طالما اعتبر زيت الزيتون افضل زيوت الطبخ على الاطلاق صحة ونشاطا، زيت له طعم قوي ورائحة مميزة مما يجعله من الزيوت المثالية. ولم لا، وهو من شجرة مباركة ورد ذكرها في القرآن الكريم. وتمر عملية تصنيع الزيتون من مراحل عدة، اهمها عملية فصله عن الماء. وللوقوف على المختلف عمليات هذه الاخيرة، زارت هبة بريس معصرة بجماعة بني جرين دائرة سطات لمالكها الشاب رضوان جرموني، الذي حدثنا حول الموضوع قائلا: كنطلعو الزيتون الرحاق حتى كيطحن مزيان، ومن بعد كيهبط هذا الماراكسون، ها هو كنهبطوه هنا، من بعد كنهزوه هادو ديال البلاستيك كيعمرو ليه، كيمشيو لهاد الشاريو. العملية كيفاش كتكمل باش كيعمر؟ هنا فين كيتبريس الزيت، فين كيهبط الزيت والماء، هذه كيهبط الزيت والماء كيمشي مع هاد، ديري لي هاد الساقية اللي غادية من هنا، كيمشي للشاريج. ملي كيمشي للشاريج الزيت كيبقى الماء كيبقى لتحت، الزيت كيطلع لفوق. من بعد كنحيدو الزيت اللي كيكون الفوق، كيكون صافي كنحيدوه، كنديو واللي بقى مخلط بالماء كنديو لهاد الصفايه، هاد الفلتر. هذه هي العمليه الاخرى. دابا الماء في النهار 12 ساعه تقريبا، شي 6 طون، 6 طون ديال الزيتون. الاكراهات اللي كنعيشو، المشكل اللي عندنا الاول وهو ديال الماء. الماء اللي عندنا فيه المشكل دابا، الناس هنايا كاين ما كاينش انتاج بزاف بالنسبه لهادي عامين، ما كاينش انتاج، كاين العطش، كاين الجفاف، وهذه هي المشكل الاول هو الماء. بزاف ديال الزيتون ولكن الماء ما كاينش الانتاج. المشكل الثاني وهو الطريق اللي جايه من قيصر عندنا هنا البنيه كرين، حاله يرثى لها. هذا هو المشكل الثاني والمشكل الكبير، هو الطريق. كيبغي يجي عندك الناس، كيبغيو يجيو عندك، ولكن كيسيبو الطريق خاسره، ما كيوصلوش. الزيتون ثمن من 5 دراهم حتى 6 دراهم، تقريبا ما بين 50 55 درهم، واش كيطحن. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.